اوكي، اذا صباح الخير للجميع. اليوم الجمعة راح نعمل ديسكشن في شابتر 5. بخصوص شابتر 5 في عندنا مثلا السؤال الاول فرع بي، هذا السؤال محلول بالليكتشر، وفرع دي محلول بالنوت، وبالتالي في عندنا كمان اللي هو سؤال 4 اللي هو فرع بي كمان محلول، وكذلك فرع سي محلول بالنوت. الصفحة الثانية أتوقع إنه فينا فرع سي كمان محلول، فرع سي. إذا هلا ما تبقى من هاي الأسئلة، طبعا نسمع منكم إذا في حدا عنده أي سؤال بخصوص شابتر 5. طبعا هاي الميكروفون مفتوح، بإمكانه طبعا يدخل على الخط ويستفسر من أي سؤال واجه صعوبة فيه. طبعا بإمكان إذا حدا عنده أي سؤال يرفع إيده حتى نعطي الأولوية، إذا في حدا مثلا يعني نمشي بالترتيب. أوكي يا جماعة، بخصوص شابتر 5 في حدا عنده أي استفسار؟ مثلا نراجع مع بعض شابتر 5، شفتوا شابتر 5 عن شو بتحكي؟ مثلا بدنا نعمل integrations وبدنا نعمل derivatives أيضا، كيف نشتق تكاملات زي سؤال 2. هون تكاملات مباشرة، هون بنشتق ايش حسب الفاندمنتال ثيرم اوف كالكولس. بنعمل لينرايزيشن مثلا، مراجعة على شابتر 4. في عنا شابتر 5 بدنا نطلع تكاملات محدودة، وشابتر 6 تكاملات بالتعويض، السؤال اللي بعده سؤال 6 بدنا نطلع areas. ف بدي اسمع منكم يعني اذا في حدا عنده specific يعني questions بنحله. إذا ما فيش طبعا بدي أنا أحل بطريقة عشوائية بعض من هاي الأسئلة، ولكن بالأولوية بعطي إذا في حدا عنده أي سؤال معين استفسار نعطي الأولوية للأسئلة المطروحة. أعتقد إن الميكروفون مفتوح، يعني تقدر تسأل أي سؤال، تفسر إذا في أي سؤال يا جماعة. أوكي، كل شيء مفهوم. طب خلينا نشوف مع بعض هيك أسئلة. بس سؤال واحد، تفضل. هو أربع فرع سي هو محلوش دكتور، بس بديش تحله، بس بدي أسألك بأثر على القيمة المطلقة بإني أكمل وأنا أكمل. طبعا بدك تاخذ قيمة مطلقة، يعني هو عادة إذا السؤال بحكي لك إنه إكس موجب، ساعتها القيمة المطلقة بتلزمش، لانه بصير قيمة مطلقة لـ x هي نفسها x. هلا السؤال ما حكى لكش انه x موجب مثلا، ساعتها بدك تحتفظ بالقيمة المطلقة. تمام. كويس. طيب في حدا عنده اي ملاحظة اخرى يا جماعة؟ طب خلينا نجرب نشوف مع بعض، مثلا لو نحل هيك من كل فرع، من كل سؤال فرع مثلا، نراجع مع بعض الشابتر. فمثلا بما ان السؤال الاول فرع بي وفرع دي محلولين، لو جينا على فرع سي مثلا السؤال الاول، فاذا بنروح على النوتس نراجع مع بعض، شوف مع بعض انه بالسؤال الاول، السؤال الاول فرع سي نطلع التكامل اللي هو 1 زائد كوتان تربيع ثيتا دي ثيتا. كويس. هلا هون نتذكر مع بعض انه نحن جميعنا بنعرف انه ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا بيساوي 1، وبالتالي حتى احصل على هاي المتطابقة ممكن شو اسوي هلا؟ اقسم جميع الاطراف على على ساين على كوساين تربيع. كوساين تربيع ولا ساين تربيع، شو رايكم الافضل ايش؟ على كوساين تربيع. فلو جينا هنا قسمنا على كوساين تربيع، وبالتالي بصير هنا 1 تساوي 1 على كوساين تربيع ثيتا. معناته ساين على الكوساين هو عبارة عن ايش؟ عن التان. اوكي، معناته لازم نقسم زي ما حكى الشاب، نقسم على ايش؟ اول متطابقة تطلع معنا هون اللي هي عبارة عن تان تربيع ثيتا زائد 1 تساوي سيكانت تربيع ثيتا. فهاي متطابقة، لما بنقسم المتطابقة اللي بالأزرق على
ساين على الكوساين تربيع. هلا لو قسمناها نفسها على ايش، هلا بدل ما نقسم على كوساين نقسم على ساين تربيع، فبصير 1 زائد كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا يساوي 1 على ساين تربيع ثيتا. ساعتها في هاي الحالة 1 زائد الكوساين على الساين اللي هي مقلوب التان اللي هي كوتان تربيع ثيتا بيساوي 1 على الساين اللي هي عبارة عن كوسيكانت ثيتا تربيع. فأنا هاي اللي بتلزمني هلا هون. هلا بيجي شو بعمل؟ بيجي بحكي هذا التكامل اللي هي عبارة عن كوسيكانت ايش؟ تربيع ثيتا دي ثيتا. هلا الخطوة هاي الخطوة الأولى. هلا الخطوة الثانية بدنا نتذكر مع بعض انه شو تكامل كوسيكانت تربيع. ف اذا بتتذكروا انه لما جينا مشتقه الساين ساين ثيتا لما تشتقها بتعطيك ايش؟ بتعطيك الكوساين ثيتا. هلا الكوساين ثيتا لما بتشتقها شو بتعطيك؟ سالب ساين ثيتا. نفس الحاجه لما بتشتق التان، لما بتشتق تان ثيتا نتذكرهم مع بعض بتعطيك ايش؟ سيكن تربيع ثيتا. ولما بنشتق كوتان ثيتا بتعطيك ايش؟ سالب كوسيكن تربيع ثيتا. فهذا اللي بيعنيني انا هلا. فانا شو بدي اسوي هلا؟ بدي انا استخدم هاي هاي الخاصيه. وطبعا فينا كمان نتذكر مع بعض شو مشتقه سيكن ثيتا، مشتقه لها اللي هي سيكن ثيتا سيكن تان تان ثيتا، ونفس الحاجه مشتقه كوسيكن ثيتا هي عبارة عن سالب سالب كوسيكانت كوتان. أحسنتي. تمام. إذا هلا أنا اللي بعنيني هون اللي هي بدي أروح أعمل تكامل الطرفين هون. كويس؟ فلما بيجي بعمل تكامل الطرفين، لما بيجي بعمل تكامل الطرفين هلا التكامل اللي هون بروح مع الديريفيتيف، طلعوا هاي التكامل بشطب مع الديريفيتيف، بضل الجواب إيش؟ كوتان ثيتا. كوتان ثيتا بدها تساوي سالب تكامل كوسيكانت تربيع ثيتا. معناتها ودي سالب على الطرف الثاني، بضل عندك تكامل كوسيكانت تربيع. هيو شايفينه؟ تكامل كوسيكانت تربيع صفها شو بيساوي؟ سالب كوتان ثيتا، ولأنه تكامل غير محدود بنحط زائد سي. فبدي أتأكد إنه الجميع متابع معي وفاهم هذا الفرع من سؤال رقم 1. فإذا كان الجميع متابع وفاهم معي نضغط الرقم 1 على الشات، وإذا حدا عنده أي سؤال بيقدر يرفع إيده. مرة أخرى دائما أنا بعطي الأولوية للأسئلة المطروحة، ما فيش أسئلة بختار من عندي عشوائي وبحل على فرض إنه إيش؟ إنه ما فيش أسئلة. طبعا المحاضرة هاي هي مخصصة لنقاش شابتر 5. فما في أسئلة، بإمكاني هلا بس لو سمحت ترفع شوي لفوق عشان أشوف كيف كيف طلعت القانون الأخير. هاي من المطابقة الأولى من هاي القاعدة اللي كلياتنا بنعرفها، ساين تربيع زائد كوساين تربيع بيساوي 1. هاي المتطابقة، إذا قسمنا على الكوساين تربيع تطلع هاي المتطابقة، وإذا قسمنا على الساين تربيع تطلع المتطابقة اللي بتناسب المطلوب لنا في السؤال. أوكي، لو بدي أروح مثلا هلا على السؤال رقم 2 واختار من فرع مثلا، لو اخترنا فرع مثلا سي من سؤال 2، لو جينا على سؤال 2 مثلا نختار هيك بطريقة عشوائية، لو اخترنا سي، سي بحكي لك طبعا بتطلع المشتقة لمين؟ لتكامل من tan x لزيرو و dt على 1 زائد t تربيع. اوكي، هلا اول حاجة بدنا نعرف هون انه فينا قاعدة بنطبق عليها اللي هي الـ fundamental theorem of calculus رقم 2، انه لما بدك تشتق تكامل شو بتعمل؟ بتروح على الفانكشن اللي جوا هون، هذا الفانكشن وين ما في تي بدك تحط حدود التكامل وتشتق هاي اطراف التكامل، بس بشرط لازم يكون الرقم تحت. يعني هاي لازم اول حاجه نعمل فيها كالتالي، اجي احكي انه هاي المشتقه
بس بدي اخلي الصفر من تحت وتان اكس من فوق حتى اقدر اطبق على الفاندمنتال ثيرم اوف كالكولس، وبالتالي هي 1 زائد تي تربيع. هلا لما بتتكي لازم احط سالب هيك؟ ايوه بالضبط، لازم نحط سالب حسب خصائص التكامل. فبهي الحاله بقدر اطبق تطبيق مباشر. هلا السالب لما بدك تشتاق السالب بقدر يطلع لبرا، وبالتالي بيجي بحكي هي سالب برا. هلا لما اشتاق شو بيجي بعمل؟ بيجي وين ما في تي بحط الفانكشنز اللي هو دلاله تان الاكس، فبصير واحد على واحد زائد هي اللي هي عباره عن تان الاكس الكل تربيع، وين ما في تي بدنا نحط تان الاكس. بعدين شو بدي اسوي هلا هون؟ فوق في البسط بدي اشتق تان الاكس. هلا شو مشتق تان الاكس؟ اللي هو شفنا قبل شوي هي المشتقه لتان الاكس، هيها التان لما نشتقها طلع معنا جواب ايش؟ سيكنت تربيع اكس. اذا لازم نكتب هون ايش؟ سيكنت تربيع الاكس. كويس؟ اذا في البسط بشتق اللي عوضناه محل قيمه تي. هلا ممكن ابسط هاي الكميه تصير بهاي الصوره. نحن بنعرف اصلا انه اللي في المقام واحد زائد تان تربيع قبل شوي شفناه، هيو واحد زائد تان تربيع شايفينه؟ هذا عبارة عن سيكنت تربيع. فبيجي بدل هاي المتطابقة بحط أنا عندي هاي سالب في المقام، بصير عندي سيكنت تربيع الإكس، وفي عندي أصلا في البسط إيش؟ أصلا موجود في البسط اللي هو سيكنت تربيع الإكس، فبنقسمهم على بعض بطلع الجواب سالب واحد. فهذا هو الديريفاتيف لكويشن نمبر 2 بارت سي. أوكي، إذا الكل فاهم تبع معي، نضغط الرقم 2، و إذا في حد أنا بحب أسئلة معينة بقدر طبعاً يدخل على الخط، إذا ما فيش خليني أحل كمان سؤال فراغ، سؤال رقم 3 مثلاً. أوكي، شوف مع بعض مثلاً سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 طبعا سؤال بده find linearization، سؤال بده ايش؟ find L of X linearization لمين؟ for الفانكشن اللي هو عبارة عن G of X اللي بيساوي 3 زائد تكامل من 1 ل X تربيع في secant اللي هو T ناقص 1 dt، والمطلوب وين؟ عند مثلا x تساوي سالب 1. لاحظوا بس في سؤال رقم سي هون عشان الصوره تكون واضحه للجميع. لاحظوا هون يا جماعه لما بدي اشتق حسب الفاندمنتال ثيرم في كالكولس، انا هون عوضت محل تي قيمتها واشتقيت، هي عوضنا قيمه تي اللي موجوده اب من فوق واشتقيناها هون، هاي الديريفاتيف المشتقه لها. نفس الشيء تقدر تعوض ايش؟ الرقم وتشتقه. يعني ممكن اكتب هون ناقص، بدنا نعوض الصفر اللي هو واحد على واحد زائد صفر تربيع، في المشتقه لإله صفر، وبالتالي عشان هيك بيلزمش الحد اللي هون، لانه الرقم دائما الرقم شو مشتقته؟ صفر، فبنشيل هذا الحد، ما في داعي لإله. هاي بس من باب التوضيح. هلا نيجي نعمل اللينيرايزيشن. اللينيرايزيشن زي ما تعلمناه بشابتر 4، دائما اللينيرايزيشن بيعمل لنا تقريب للفانكشن جي اوف اكس دائما، وين؟ حوالين النقطة اللي بعطينا إياها اللي هي x تساوي سالب 1. وبالتالي تعريف linearization بدك تروح حسب اللي هو g عند x 0 plus g فتحة عند x 0 في x minus x 0. طبعا أنا بعتبر هاي النقطة إيش؟ هيها x 0 اللي هي سالب 1. معناته أول خطوة شو بلزمني هلا؟ أول خطوة بلزمني أروح أطلع g عند سالب 1، لانه هي عباره عن g عند السالب 1 زائد g فتحه عند السالب 1 في x ناقص ناقص 1. هلا اول حاجه بلزمك تطلع الصوره ل g عند السالب 1، فانا بدي اروح هلا وين ما في x اروح على g، وين ما في x بحط سالب 1، فبطلع الجواب 3 زائد تكامل من 1 لسالب 1 تربيع secant ل t ناقص 1 dt. شو رايكم يا جماعه؟ مين بعرف قديش هاي القيمة اللي هون؟ هاي القيمة قديش؟ صفر. صفر.
معناته بيطلع الجواب قديش؟ 3، لأن التكامل من واحد ثلاث. لواحد، التكامل من واحد لواحد بيطلع الجواب 0، وبالتالي بضل الجواب قديش؟ 3. إذا بجيب الثلاث بحطها هون، زائد هلا بدي جي فتحة. أوكي، معناته أنا هلا بلزمني هون إيش؟ بلزمني هلا هون جي فتحة، معناته أول حاجة بدي أروح أطلع بشكل عام المشتقة، فبيجي على المشتقة، شو مشتقة الرقم 3؟ 0. هلا بدي اروح اشتق تكامل حسب الفاندمنتال ثيوري، شو بدنا نعمل هلا؟ بيجي بحكي هاي الرقم من تحت، سو اتس اوكي، تطبيق مباشر. فانا عندي هاي السيكنت، هلا وين ما في تي بدنا نحط ايش؟ اللي هي عباره عن اكس تربيع ناقص واحد، بعدين ايش بدناش ننسى ايش؟ انه نشتق مشتقه الابر ليمت اللي هي عباره عن 2 اكس. فنحن هلا طلعنا ايش؟ اللي هي المشتقه اللي صفت عندنا 2 اكس مضروبه في السيكنت لا اكس تربيع ناقص واحد. هلا هاي المشتقه بدي اعوض فيها ايش؟ بدي اعوض فيها اللي هي جي فتحه عند اكس 0 اللي هي سالب واحد، هيها. فبطلع الجواب 2 مضروب في سالب واحد في سيكنت لا سالب واحد تربيع واحد ناقص واحد، يعني سالب 2 في السيكنت للصفر. شو يعني السيكنت؟ السيكنت اللي هي واحد على جتا الصفر، يعني ناقص 2 في 1 على جتا الصفر، والكوساين للزيرو 1، وبطلع الجواب سالب 2 مضروب في 1، يعني الجواب سالب 2. فبيجي بحط هي سالب 2 في اكس ناقص الناقص بصير موجب 1، اذا بصفي عندنا السؤال اللي هو عباره عن 1 ناقص 2 اكس. سو هذا هو اللينرايزيشن، خط مستقيم. هذا اللينرايزيشن الخط المستقيم بيعمل لنا تقريب لجي حوالين السالب 1. فبالتالي ممكن مثلا لو بدي اسال سؤال مثلا استيميت، لو حكيت لك مثلا استيميت مثلا اللي هي جي عند، بدي اخذ نقطة هلا قريبة على السالب واحد، لو حكينا استيميت جي مثلا عند عند سالب 1 و10 مثلا، اعمل لي تقريب لإلها. شو بيجي بحكي؟ بحكي انه هاي جي عند سالب 1 و10 تقريبا هي عبارة عن ال عند سالب 1 و10. هلا ال بس بيجي بعوض محل اكس سالب 1 و10، وبطلع الجواب 1 ناقص 2 في سالب 1 و10، فبطلع الجواب 1 ناقص الناقص بصير موجب 2.2، وبطلع الجواب 3.2. هاي القيمة التقريبية للفانكشن جي استخدام اللينرايزيشن. So this is question number 3. للكل فاهم نضغط الرقم 3، وإذا حد عنده أي سؤال بيقدر يرفع إيده ويسأل ويستفسر عن أي حاجة مش فاهمها. أوكي، إذا في عندنا حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ ما في أسئلة؟ طيب، إذا هذا سؤال رقم 3. خلينا نحل مثلا، نروح على سؤال 4. سؤال 4 عندنا فرع B و C محلولين، خلينا نحل فرع A. لو نشوف مع بعض مثلا سؤال 4، اوكي، هلا لو جينا على سؤال 4 وحكينا بدنا نطلع فرع A اللي هو التكامل من 1 لجذر 2 S تربيع زائد جذر S على اس تربيع، كويس، ننطلع هذا التكامل. هلا هذا التكامل تكامل يعني محدود، وبالتالي جوابه رقم. هذا التكامل محدود جوابه رقم، اذا ممكن شو اجي اعمل؟ ممكن اوزع البسط على المقام. اجي احكي انا عندي تكامل، وزع البسط على المقام بصير 1 زائد جذر اس، يعني اس كونوس على اس تربيع، وزع البسط على المقام، ومن 1 لجذر 2. بعدين ايش نحكي مثلا؟ انا عندي بصفي التكامل هي 1 زائد بصفي اس 1 اللي هي نص ناقص 2، اللي هي بتصفي تكامل من 1 لجذر 2 في 1 زائد اس، قديش نص ناقص 2؟ يعني سالب سالب 3 على 2، سالب 3 على 2 يعني سالب 1.5. وهلا بنعمل تكامل عادي مباشر اللي هو تكامل الواحد اللي هو S زائد
تكامل الاس هو سالب واحد ونص، اجمع لها واحد بضل سالب نص، وبنقسم على سالب نص، وهذا الكلام كلياته من واحد لوين؟ لجذر اثنين. اذا بصفي عندنا الجواب اس ناقص اثنين في واحد على جذر اس، كل هذا الكلام من واحد لوين؟ لجذر اثنين. لاحظوا. وهلا بدنا نعمل يعني تعويض مباشر، يعني لو انا مثلا بدي اتحكم في السؤال، طبعا السؤال هو حاطط لنا هون جذر اثنين، بس بامكاني مثلا عشان يطلع معنا ارقام جيده وسهله للتعامل، بامكاني مثلا اخذ محل جذر اثنين لو حطيت الرقم اربعه بزبط، لو حطينا الرقم اربعه بسهل علينا الحسابات يعني. لانه لاحظوا هون في غلبه هلا بالتعويض، فانا بدي اغير السؤال وبدي احط هون اربعه محل جذر اس، محل جذر اثنين بدي احط اربعه، هون بدي احط اربعه، هون بدي احط أربعة من باب تسهيل الحسابات. تمام؟ فهلا بدنا نعوض الرقم اللي فوق أول، بعدين شو نعوض الرقم اللي تحت، فبيجي بحكي هي أربعة ناقص اثنين في واحد على جذر الأربعة، هي عوضنا اللي فوق ناقص، بنعوض اللي تحت، هي واحد ناقص اثنين في واحد على جذر الواحد، تعويض مباشر. وبطلع الجواب معي أربعة ناقص اثنين في واحد على جذر الأربعة اللي هي اثنين، و ناقص ننتبه للإشارات اللي هي واحد ناقص اثنين، فبطلع الجواب النهائي بهي الصورة. عندك هنا أربعة ناقص واحد لأنه هاي اثنين ما هاي بتشطب، نص اثنين واحد، وناقص واحد وناقص اثنين، واحد ناقص اثنين اللي هو سالب واحد، فبطلع الجواب النهائي ثلاث زائد واحد. إذا تكامل محدود جوابه رقم، بيطلع معنا رقم سهل بهي الصورة بدل ما نتعامل مع الجذور. إذا الكل فاهم تبع، نضغط الرقم أربعة، وإذا حدا عنده أي سؤال طبعا بيقدر يسأل ويستفسر عن أي حاجة بدي إياها. إذا بتوقع شابتر خمسة أسئلتها بسيطة، السؤال الأول والثاني والثالث والرابع صارت أمور واضحة. نشوف مع بعض سؤال خمسة مثلا. هلا سؤال خمسة فينا أربع أفرع مثلا، إذا ما فيش حدا عنده أي سؤال ومعني في فرع معين ممكن نحل أي فرع بطريقة يعني اختيارية. فمثلا إحنا عندنا فرع سي محلول باللكتشر مفروض. هلا لو جينا على سؤال خمسة نختار مثلا أي سؤال، وليكن مثلا سؤال فرع دي مثلا. طبعا فرع دي مش سهل تكامله، يعني إذا بدنا نكامل فرع دي بهي الصورة اللي هو إكس تكعيب في جذر إكس تربيع زائد واحد دي إكس. مين عنده فكرة يا جماعة؟ طبعا هذا تكامل غير محدود، مين عنده فكرة كيف نكامل هذا الفرع من سؤال خمسة؟ أنا دكتور. يلا تفضل، مين عنده أي اقتراح لحل هذا السؤال مثلا؟ الحل بالتعويض. أنا طريقة الحل، أنا عندي طريقة تانية. هسا الإكس تكعيب بفصلها لإكس تربيع وإكس، هسا الإكس هي عبارة عن جذر الإكس تربيع، بدخلها على الجذر الأصلي الموجود بالتكامل، وبعدها بحل عادي. لحظة شوي، خليكي معنا يا أريج. هلا اقتراح أريج ونعمل كالتالي، إنه نيجي على هذا السؤال شو نعمل؟ معلش تعيدي كمان مرة. الإكس تكعيب يعني هي عبارة عن إكس تربيع ضرب إكس. نعم. أوكي، هسا الإكس هي عبارة عن جذر الإكس تربيع، وهي الجذر الاكس تربيع بضربها في الجذر الاصلي الموجود. اوكي، يعني انت قصدك بنعمل هيك بالضبط، بصفي هاي عندك هون اكس تربيع في جذر اكس تربيع في جذر اكس تربيع زائد واحد، بعدين هاي بتصفي هيك اكس تربيع في جذر واحد لايش؟ لاكس تربيع في اكس تربيع زائد واحد، اللي هي عباره عن اكس تربيع في جذر اكس قوى اربعه زائد اكس تربيع. مزبوط هيك قصدك؟ هيك قصدي.
وبعدين شو ولا مش هيك الحال؟ وبعدين شو نسوي طيب؟ نفرض يلا شو نفرض؟ أنا بدبل ماشي معك، شو نفرض هلا؟ أوكي طيب، اللي تحت الجذر على فكرة في بصير عندنا خلل ما بيزبط هاي الطريقة. أيوة أنا بدي أنا كنت على أساس إنه يصير في عندي مشتقة ما بداخل الجذر هي نفسها اللي برا فبروحه، بس لا بضل في عندي إكس فبضل في عندنا مشكلة. إذا أنا بدي إياك تصيلي إنه في مشكلة صح؟ إذا هاي أريج حكت يوجد مشكلة. طيب ننتقل لزميل آخر، خلينا نشوف مع بعض مين عنده اقتراح. مثلا أحمد، مش أحمد تفضل. بنفرض ما تحت جذر يو. اوكي اذا احمد حكى بعد ما حكينا في مشكله بنوقف شوي صغير هيك وبنحكي في عندنا مشكله ما تحت جذر المساله الرئيسيه مش اللي حكتها. مش قصدك هيك ان يو تساوي اكس تربيع زائد واحد. طيب وبعدين لما نخلص ونسويها بالفرض بنخلي انه اكس تربيع يساوي يو ناقص واحد. طيب هاي اكس هاي من هون اكس تربيع تساوي يو ناقص واحد وبعدين يساوي يو. ايوه او شو اسمه بنحط يو طيب تحت الجذر. هاي عندك اكس تكعيب جذر اكس تربيع زائد واحد هيك بدها تصفي صح؟ بدها تصفي تكامل اكس تكعيب بالنسبه لاكس تكعيب يو دي اكس. وشو تعمل هلا؟ اوكي ممنوع يضل التكامل بدلاله دي اكس ما دام عوضت يو. اوكي اذا احمد يوجد مشكله ولا لا يوجد؟ يوجد. اذا يوجد مشكله اذا كمان يوجد مشكله عند احمد. مين فيش عنده مشاكل؟ خلينا نسمع. ظبطت معي الصبح بين مخربط بالتعويض. اوكي خلينا نسمع محمد حلايكه. نعم محمد. رايك ندور نفس الشيء انه نفرض الاكس تربيع زائد واحد اللي هي الواي وبعدين نشتق ونكمل بس طلعت فيها مشكله. إذا يوجد مشكلة، طيب مين بعرف يحل المشكلة يا جماعة؟ إذا أول واحد. طب دكتور ليه ما نفرض الإكس تكعيب طيب؟ أول واحد أو أول واحد تعطيني فكرة هذا السؤال رح يأخذ نص علامة، ولكن إذا جاوب خطأ رح أخصم له نص علامة هلا. طلع إذا بجاوب صح إلى نص علامة وإذا بجاوب خطأ رح أخصم له نص علامة. مين بعرف يجاوب هذا السؤال؟ دكتور. أنا دكتور. طبعا نرفع إيدنا لأنه الشغلة فيها هلا إكسترا أو خصم اللي بدي يحكي. طبعا إحنا عنا أحمد حكى ومحمد حكى، هلا اللي قلبه قوي يبدو سامر وقنديل. سامر سحب بدل سندس. نعم سندس تفضلي. الطريقة الأولى بنروح بنحكي اللي هي تبعت البنت، بنحكي إنه من إكس تربيع زائد X لكل تربيع تحت الجذر ونتخلص من الجذر. لحظة شوي خليني عشان أظل متابع معاكي عشان الشغلة فيها حسابات. هاي X تكعيب، هاي السؤال تبعنا X تربيع زائد واحد دي X. شو أعمل؟ لا نفسها تكملتها. يعني أكمل هون أنا تكملة البنت مش في تحت الجذر X أربعة. أريج حكت هيك X أربعة زائد X تربيع دي اكس. هلا شو نعمل بعد اريج؟ بتصير اكس تربيع زائد اكس لكل تربيع تحت الجذر. والله متأكدة هيك قصدك؟ لا هيك قصدك هيك؟ لا مش خلص من الجذر. لا احنا شوي بدنا نحكي مع سندس. لحظة شوي هيك يا سندس قصدك؟ يعني اوكي معناته بعتي لي اسمك ورقمك الجامعي، اسمك الرباعي ورقمك الجامعي على الشات. اوكي اذا سندس هاي سندس ومن كل سندس محاولة جيدة. شو يعني محاولة جيدة؟ محاولة جيدة يعني الحل خطأ. تمام سو ماينس نص. مين بحب يشاركني رأيه؟ أنا دكتور ضروري تخسرنا علامات إذا جاوبنا غلط؟ لا مش ضروري، بس الفكرة بصراحة أنا مش راح أخصم، بس الفكرة إنه بدي إياكم تفكروا قبل ما تجاوبوا، مش يعني خلص الواحد يصير يجاوب هيك نفرض وكيم وحط، بدي تفكروا بصراحة، بس أنا بحكي سالب نص حتى الواحد يعني قبل ما يجاوب على الأقل يفكر.
هي ما فيها تمام خصومات، دكتور يسلم. ما فيها خصومات يعني، لا تخافوا يعني، دكتور ولكن أنا هي بس بدي أحكي بدها شغلة. تتفهم. أريج طولي بالك شوي، أوكي خلينا نعطي فرصة مثلا لسامر. نعم سامر أو سمر. سمعت دكتور. نعم بنفرض يو اكس تربيع زائد واحد وبعدين نشتق لحظة، ونعوض في التكامل، إذا بس أنت لما نشتق ونعوض طولي بالك، إذا أنت حكيتي أنا بدي يو تساوي إكس تربيع زائد واحد، واشتق يعني دي يو تساوي 2 إكس دي إكس، صح هيك؟ هيك قصدك؟ وين سمر؟ إذا سمر بنعوض موجود دكتور. نرجع نعوض يعني هلا؟ طيب لما نعوض شو بصير رجع معنا؟ نعوض. بصير عندنا تكامل اكس تكعيب في جذر يو محل دي اكس، بدنا نحط دي يو على 2 اكس، هيك قصدك؟ بتروح اكس مع اكس وبنطلع نص برا برات التكامل. طيب والاكس تربيع شو حط محلها؟ يو ناقص واحد. يو ناقص واحد. طيب احسنتي، يو ناقص يو واحد في جذر بعدين يو دي يو، ممتاز. وبعدين بنحل السؤال خلص، كامل عادي. السؤال بنحل، اذا بنعمل سقفه قويه للطالبه شو اسمها؟ سمر. اذا سمر سمر بدنا نحط لسمر هي حرف اس، و55 يعني سقفه قويه لسمر على الشات، اذا الكل يسقف لسمر. طيب احسنت يا سمر، اذا هذا هو كان احد الخيارات انه نعمل. طب دكتور بدي اسالك، نعم لو فرضنا السين تكعيب هي الصاد، قصدي الاكس تكعيب تساوي واي، انت حره تفرضي اللي بدك اياه يا لين، المهم في الاخر ما يصيرش عندك يوجد مشكله، يعني جربي حلي على ورقه راح تكتشفي انه يوجد مشكله، ما بقدرش اكمل بعدها، فاهم علي؟ فيعني مش بشرط هاي الطريقه تكون الوحيده، يعني انا هلا بدي ارجع شو اسوي هلا؟ بدي ارجع نكتب السؤال مع بعض، هاي سؤال خمسه اللي هو فرع دي، السؤال عندنا كان بهاي الصوره، جذر اللي هو اكس تربيع زائد واحد، والحل تبعه يعني بدي احل الحل اللي حكت عنه صح سمر، اللي هو بنيجي نفرض مثلا يو تساوي اكس تربيع زائد واحد، معناته دي يو تساوي 2 اكس دي اكس، معناته من هاي بقدر احكي انه دي اكس بيساوي دي يو على 2 اكس، بعدين بيجي على السؤال بحكي هاي اكس تكعيب محلها، هاي بتصير جذر يو، محل دي اكس بحط دي يو على 2 اكس، بعدين بشطب هاي الاكس مع التكعيب بصير عندك تربيع، فبصفي عندي اكس تربيع في جذر يو دي يو، فضل عندنا هون اكس تربيع، هلا من هاي بقدر استنتج انه اكس تربيع تساوي يو ناقص واحد، وبرجع بنزل تحت هلا وبحط هون ايش؟ هاي يو تربيع ناقص واحد مضروبة في جذر يو اللي هي عبارة عن يو قوة نص دي يو، وبالتالي لما نضرب هلا اليو هون وهون بصير عندك يو قوة اثنين ونص، هاي اثنين ونص وناقص يو قوة نص، وهذا الكلام كلياته هاي دي يو، فبطلع الجواب لما يجي اعمل تكامل فبصير عندك التكامل يو 2.5 زائد 1 اللي هي 3.5 على 3.5 ناقص يو قوة 1.5 على 1.5، ولأن التكامل غير محدود زائد كونستانت سي. هلا ممكن اجي احكي انه يو قوة 3.5، 3.5 يعني ايش يا جماعة؟ ممكن تكون يعني 3.5 يعني 7.2 مثلا، وهي 7.2 ناقص مثلا هاي اليو 3.2 وهي هون 3.2 زائد سي، فبطلع مثلا هاي الصورة اللي هي 2/7 في الجذر التربيعي ليو قوة 7 مثلا، مظبوط هيك؟ هلا بس دكتور مش المفروض تكون يو تربيع، المفروض يو ناقص واحد، مش يو تربيع ناقص واحد، لأن احنا فرضنا انه يو تساوي اكس تربيع ناقص واحد. لحظة شوي، احنا شو فرضنا؟ ليش حطيتها يو تربيع؟ لحظة شوي، احنا يو فرضنا تساوي اكس تربيع زائد واحد،
فالمفروض نعوضها لما نعوض يعني نحط إشي بدال إكس تربيع يكون يو ناقص واحد، مش يو تربيع ناقص واحد. ممتاز، هنا في شيء تربيع صح؟ ممتاز ممتاز. مين اللي بيحكي؟ شو الاسم؟ أنا حكيت أريج. أريج بطلع لك ربع على التصليح تبعك يا أريج. شكرا. طبعا لازم نحط هنا يو. أنا كاتب أنا كاتب هون أصلا يو، ليش كتبها هون تربية؟ طبعا لازم يعني لازم يجي هون إيش؟ ممتازة. لازم يجي إيش؟ هيو شايف كيف؟ هون إحنا حكينا يو، فلازم يجي هون يو قوة واحد. هلا لما نضربها في نص بتصير إيش؟ يو قوة واحد ونص يعني إيش؟ 3/2. تمام. هلا لما نيجي نعمل تكامل، ممتاز واضح يعني لازم يجي هاي هلا 3/2 وبجيها كمان واحد بصير يعني 2.5، 2.5 يعني 5/2 وهي 5/2. أحسنتي. هلا الخمسة على اثنين مهم، مش خلي هاي الخطوة كمان مرة هون على أساس نبسطها بالآخر وبعدها بنكمل. أحسنتي، لأن هذا هو الجواب الصحيح أصلا يعني. وبالتالي شو راح يصير معنا هلا؟ هاي بصير 2/5. وشو بصير معنا بعدها؟ يو اللي هي عبارة عن جذر يو قوة 5 بهاي الصورة وناقص هاي بتصير 2/3. تأكدوا من الأرقام طبعا الحسابات، وهي يو تكعيب زائد سي. تأكدوا لازم يعني يطلع كل شيء صح. هلا بالنهاية بطلع لنا الجواب 2/5 جذر محل يو. شو بدنا نحط هلا؟ نرجع كل شيء محله هلا. هاي أنا أصلا بعرف إن يو شو تساوي؟ يو تساوي إكس تربيع زائد واحد. فبيجي بحط هون إيش؟ إكس تربيع زائد واحد قوة 5 وناقص 2/3 في جذر اللي هي إكس تربيع زائد واحد قوة 3 زائد سي. وبهي الصورة بطلع أنا عامل التكامل. تأكدوا يا جماعة من الأرقام والحسابات، المفروض يكون هيك هلا الجواب الصحيح، ليس كذلك؟ واضح يا جماعة؟ دكتور كأنك نسيت النص. والله يبدو. وين نحن؟ نص يو اللي لما عوضنا دي اكس بتساوي دي يو على 2 اكس. في عندنا هون نص صح، هذا النص مزبوط. احسنت. اذا هذا ايش؟ هو عباره عن ايش هذا النص؟ هي عندك اكس تربيع دي يو، هي لازم كل شيء هلا مضروب في نص. هاي كمان ربع بيطلع لك. اذا هي في عندنا هون كمان نص، مش ننسى النص طبعا. داليا ممتاز يا داليا. وبالتالي بيطلع معنا كل هاي الكميه اللي هون مضروبه طبعا في نص، واللي هي نفس هاي الكمية مضروبة في نص. فلما يطلع معنا نص، هذا النص بشطب 2 هاي وبشطب، وبالتالي بيطلع معنا بهاي الصورة. طب أنا بدي أروح أحل السؤال كمان بطريقة عشان أتأكد إنه ضل في كمان أخطاء منسية ولا لا. بدي أروح أحل السؤال كمان بطريقة. في حدا عنده كمان طريقة بداية يعني؟ إذا حدا بحب نسمع، إذا في حدا عنده كمان طريقة طبعا يتفضل. بدي اروح احل كمان طريقة على السريع واتاكد انه بعطينا نفس الجواب. فمثلا بدنا نرجع للسؤال نفسه اللي هو انا عندي تكامل اكس تكعيب في جذر اكس تربيع زائد واحد ودي اكس. اوكي، لو جربت اجرب اعمل كالتالي. لو جيت عملت انا بهاي الصورة، اعمل انه يو الصبية حكت اكس تربيع زائد واحد، هيك الصبية أتوقع قبل حكت إنه أنا بدي أعمل يو تساوي إكس تربيع زائد واحد. أنا بدي أعمل يو تربيع تساوي هيك، بدي أعمل يو تربيع تساوي إكس تربيع زائد واحد. ليش؟ عشان بعدها أحكي هاي يو تربيع ناقص واحد يساوي إكس تربيع، و أوكي. طبعا بس عشان ملاحظة بسيطة يعني بدي أبلش معكم من الصفر، بلاش قديش أتسرع، بدي أعملها بهي الصورة يعني عشان تاخذوا منين جت اليو تربيع تساوي. أنا بدي أعمل كالتالي يعني، ليش أحكي خذ يو تساوي كل الجذر عشان تعرفوا بالضبط شو اللي بفكر فيه أنا. معناته بصير عندك إيش لما بدنا نشتق؟ يعني أول شيء عندك هون يو تربيع بتصير عندك إكس تربيع زائد واحد، لأني ربعت الطرفين، هاي مفروغ منها. تمام. هلا الشغلة الثانية اللي بدي أعملها، بدي اروح اطلع مثلا ديو. فاذا بدي اطلع ديو كيف بشتق الجذر؟ هي 1/2 جذر اكس تربيع 2 اكس
وبدي اشتق ايش بالضبط؟ بدي احط في المربع اللي هون هلا مش البسط عليه اكس؟ اه 2x مشتقة اللي جوا الجذر صح؟ وهيدي اكس. اه بهي الصورة. معناته شو رح استنتج هلا؟ رح استنتج انه ديو طبعا 2 اللي هون تشطب محل 2، بضل عندك هلا في البسط عندك هون اكس، وهون بضل عندك يو لان هاي تعريف اليو اللي هي الجذر، وهي دي اكس، فهي كلياتها اسمها ديو. هلا بعدها شو بصير عندي؟ انا بجي على العلاقه اللي من هون بقدر احكي هلا من هاي استنتج انه يو تربيع ناقص 1 يساوي اكس تربيع. هلا بيجي على السؤال تبعي، السؤال تبعي بصفي عندك هلا التكامل، هي اكس تكي بديش اصيبها. هلا هاي كل هاي الكميه بتصفي عندي يو. هلا محل دي اكس مثل ما انتم شايفين من هون بقدر استنتج هلا انه اخلي دي اكس لحالها اللي هي عباره عن ايش؟ يو في دي اليو على اكس. فبيجي بحط هون محلها اللي هي يو دي اليو على اكس. بعدين بشطب هاي الاكس مع هاي بتصير تربيع، بصفي عندك تكامل اكس تربيع في يو. طبعا عندك هون يو ويو شو بصيروا هلا؟ يو تربيع و دي يو. هلا اصلا انا بعرف انه من هاي العلاقه طلعوا كيف من هون، بدي اجيبها بلون اخر. من هون بعرف قديش قيمه اكس تربيع، فبيجي بحط هاي يو تربيع ناقص واحد محل اكس تربيع، وهي يو تربيع دي يو محلها. وبكمل السؤال، صف السؤال عندك هلا يو قوة 4 ناقص يو تربيع دي يو، وهي نفسها ايش؟ هاي لما نفك التكامل هلا خلاص التكامل عادي، بصفي عندك التكامل اللي هو يو قوة 5 على 5 ناقص يو قوة 3 على 3 زائد كونستنت. ومحل يو هلا بدك ترجع القيمة تبعته اللي هي راح يطلع معك 1 على 5. نحن بنعرف هي قوة 5، شو اسمها يو اصلا؟ اصلا نحن مبلشين من هون، هي يو شايفينها؟ هي يو اللي هي الجذر اكس تربيع زائد 1. فبيجي بحط هون هي جذر اكس تربيع زائد 1، ونفس الحاجة هون هي ثلث، وهي جذر اكس تربيع زائد 1 وقوة 3 زائد سي. لازم يطلع الجوابين نفس الحاجة هلا 100%. خلينا نشوف مع بعض طلعوا معنا 100% ولا طلعوا معنا مش في 100%. شو رأيكم 100% ولا مش 100%؟ اللي فاهم يضغط الرقم 100، واللي مش فاهم يرفع ايده عشان نجاوب على اي سؤال هو مش فاهم. طيب في عنا لين رفع ايده، نعم لين. اسف نسيتها مرفوعه. طيب جميل جدا، اذا في اخر خمس دقائق شو رايكم نحل لنا سؤال من اسئله سؤال رقم 6؟ فمثلا لو اجينا على سؤال رقم 6 هون، مثلا من رقم 6 بنطلع الاريا، ف عشان نتذكر مع بعض موضوع الاريا خلينا مثلا نشوف مع بعض السؤال 6 نحله، وخلينا فرع 1 وفرع 2 نشوف مع بعض اذا بنلحق نحل الفرع الاول والثاني مثلا، نشوف مع بعض. ف بدنا نيجي مع بعض هلا على السؤال رقم 6، ولو جينا نحل على نحل فرع A مثلا. طبعا السؤال بحكي لك اعطيني الاريا، فايند area المساحة. طبعا الـ area دائما موجبة، area between محصورة وين؟ بين y بيساوي مثلا x تربيع ناقص 2x، ومحصورة أيضا بين y بيساوي x. اوكي، طبعا هنا الرسم مهم جدا. أنا فيني أروح معكم هلا على الرسام وأرسم لكم الإشي بطريقة بيرفكت، بس بنتعود هون نرسم لحالنا لأنه هذا موضوع الرسم موضوع مهم. هلا يعني الاشياء رسم البيسكس لازم نكون عارفينها. فانا عندي مثلا هون بدي ارسم الاقتران اللي هو اكس تربيع ناقص 2x. هون بعمل اكمال مربع. شو يعني اكمال مربع؟ بيجي بحكي هي اكس، هي كل تربيع، وبيجي على معامل سين، معامل سين اللي هو معامل اكس، معامل اكس وبقس مع 2. بروح على معامل اكس بقس مع 2، طبعا هي زائد، هيك القاعده.
بروح على معامل اكس وبقص مع 2، معامل اكس هون سالب 2، هاي المعامل بحط هون سالب 2. ليش بقص مع 2؟ عشان لما بفك الكوس، لما بفك الكوس بحكي الاول تربيع، هاي الاول تربيع، بحكي زائد 2 الاول في الثاني، بحكي 2 الاول في الثاني مش 3 الاول في الثاني ولا 4 الاول في الثاني، عشان هيك بقسم مع 2. ف 2 الاول في الثاني بصير ناقص 2 اكس زائد الثاني تربيع زائد 1. هلا انا في عندي هون ايش؟ في عندي هون اطرح واحد عشان انه ولا كاني عملت شيء، صح؟ أحسن. المفروض انه كمان اطرح واحد بعدها. ممتاز. هلا بيجي انا هون بقارن، لازم هاي اللي يساوي يضل نفس الحاجه، عشان هيك بيجي بحط هون ناقص 1، بحط ناقص 1 عشان لما بحكي ناقص 1 يروح هاي مع هاي، نرجع محل ما بكينا، شايفين كيف؟ فاهم. فانا هلا باختصار بقدر احكي انه واي اللي عندي صفه اسمها اللي هي اكس تربيع ناقص 2 اكس، هي عباره عن اكس ناقص 1 الكل تربيع ناقص 1، هذا. وبيجي برسم، فلما اجي ارسم بيجي بحكي انا عندي هاي الرسمه، خليني بس نجيب مثلا من هون اسهل لنا. فلو جينا مثلا على المستوى اللي عندنا هون وبدنا نرسم مثلا اول اقتران والاقتران الثاني، اوكي. فانا عندي هاي هون مثلا هاي واي، عندي هون ايش اكس، ولازم نكمل طبعا فيهم يعني. فلو جيت حكيت بدي كمان هاي الصوره انه ما زال لتحت مثلا، هي رسم تقريبا. هلا بدي ارسم هاي الرسمه، طبعا هاي الرسمه مثل ما بتعرفوا نفس رسمه يعني دكتور. نعم. لو سمحت بس كيف ترسم الرسمه عادي؟ لو الصراحه ضعت وما فهمت وانت بتزيد في ارقام وبتغير. شو رايك هلا اكس تربيع ناقص 2 اكس، تمام؟ يعني هلا الخطوه هاي انا بقدر اخفيها على فكره، هاي الخطوه اللي هون بقدر اخفيها، وهي الخطوه اللي هون بقدر اخفيها. هلا انت مصدقه انه هاي الكميه اكس تربيع ناقص 2 اكس هي نفسها هاي الكميه ولا لا؟ هلا اذا مش مصدقه فكي الكوس اللي هون، لما بتفكيه راح يطلع معك هاي الفك تبعه، هاي فكناه الاول تربيع زائد 2 الاول في الثاني زائد الثاني تربيع، هاي هم باللون الاسود، وفي عندك ناقص 1 باللون الازرق، بشطب هذول مع بعض بصفوا عندك ايش؟ بس اللي تحتهم شحطه زرقاء، هي نفسها اللي تحتها شحطه زرقاء من اول. فهي طريقه اكمال المربع بنسميها. هلا عشان اجي ارسم هاي الرسمه، هاي نفس رسمه ايش؟ نفس رسمه اكس تربيع، بس بدي اروح لوين هلا؟ لليمين وحده واحده. فلما بدي اروح لليمين وحده واحده ساعتها بدي اروح اسوي ايش هلا؟ اسوي الواحد وارسم هاي الرسمه. فهاي الرسمه اسمها ايش؟ اكس ناقص واحد الكل تربيع. بس انا شو بدي اسوي؟ بدي اروح على هاي الرسمه ونقص منها وحده واحد. فلما نقص منها وحده واحد هننزل واحد على فلما نقص منها وحده واحد راح تيجي معنا هاي الرسمه. يعني بس الاختصار اللي عملته او المكافاه اللي عملتها بس عشان اعرف ارسم. بس عشان اعرف ارسم فقط لا غير. هاي رسم تقريبي يا جماعه، رسم ايش؟ تقريبي يعني 100%. هلا بقدر اروح اشطب بالاسود، ما في داعي له. وبالتالي الرسمه هلا اللي بالاحمر هاي اسمها y تساوي x تربيع ناقص 2x، اللي هي نفسها x ناقص 1 الكل تربيع ناقص 1، نفسها ولا شيء بتغير. هلا بعدها بدي اروح ارسم الرسم الثاني اللي هي ايش؟ y تساوي x. هلا عشان ارسم y تساوي x كلياتنا بنعرف هذا خط مستقيم اللي هو 45 خط محايد 45 درجه، هاي y بيساوي ايش؟ x. لاحظوا انهم بتقاطعوا هون وبتقاطعوا عند وين؟ عند الصفر. بامكاننا نكتشف هذا التقاطع لحالنا هلا، هلا مطلوب منا نطلع الرقم اللي هون. فعشان نطلع هذا الرقم اللي هون بدي احط y تساوي y. الواي الاولى اللي هي x تربيع ناقص 2x، والواي الثانيه اللي هي y تساوي x. بشوف وين بتقاطعوا. فبصفي عندك هلا هون x تربيع ناقص x تربيع هاي ناقص 3x يساوي 0،
ونخرج اكس عامل مشترك وده الاكس ناقص 3. معناته يا اما اكس تساوي 0 يا اما اكس تساوي 3. لاحظوا انه هي الصفر وهذا الرقم اللي هو الباقي شو اسمه 3. اذا نحن هلا بدنا نطلع يا جماعه المساحه المحصوره هي، هاي المساحه. هلا هاي المساحه المحصوره هون لما اجي اطلعها بدي اعرف انو الفانكشن اللي بيجي من فوق وانو الفانكشن اللي بيجي من تحت، فانا هاي المساحه واضح انه على طولها كلياتها بدي اسميها A، فهي A عشان اطلعها وتطلع معي موجب بدي اعمل تكامل، احكي الفانكشن الاعلى الاب ناقص الفانكشن الايش؟ اللي اسفل اللي هو الداون على طول الفتره، طول الفتره من وين لوين؟ طول الفتره عندي انا من 0 ل 3 اللي بتغطي المساحه. ثلاث. فبيجي بحكي الفانكشن العالي، انو الفانكشن العالي هيو اللي هو واي بيساوي اكس على هاي الفتره، فبيجي بحط هون اكس. والفانكشن اللي من تحت بيجي اللي هو عباره عن ايش؟ اللي هو عباره عن اكس تربيع ناقص 2 اكس. بدناش ننسى الاقواس مهم جدا. وهي 3 اكس، فبطلع معي تكامل من 0 ل 3 اللي هو عباره عن اكس ناقص اكس تربيع زائد 2 اكس، كل هذا الكلام دي اكس، وبالتالي بقدر اكمل التكامل هلا بطريقه سهله ومباشره. اذا صفي عندك تكامل من 0 ل 3 اي صفى عندنا هون 3 اكس ناقص اكس تربيع، وهي تكاملها 3 اكس تربيع على 2 ناقص اكس تكعيب على 3. مره بنعوض الثلاث مره بنعوض الصفر، بس بكفي تعوض ايش؟ بكفي تعوض الثلاث، لانه الصفر لما تعوض بيصفر لك كل شيء. فلما اعوض الثلاث بيطلع عندك 3 على 2 في 9 ناقص 27 على 3. هي لما عوضنا الثلاث، لما تعوض الصفر بيطلع صفر. وهذا الرقم اذا بتحسبوه يعني في عندك هون 27 على 2 ناقص 27 على 3، لازم نوحد المقامات. فاذا بنوحد المقامات بصفي عندي يعني 80 81 ناقص 50 54 على 6، بيطلع معنا الجواب في هاي الحاله 18 على 4 يعني 9 على 2. اذا 9 على 2 هي ايش؟ المساحه المحصوره زي ما انتم شايفين باللون الاصفر. اللي فاهم السؤال فاهم 100% اضغط الرقم 100، واذا حدا عنده اي سؤال بيقدر يرفع ايده وبالتالي يستفسر عن اي نقطه مش فاهمها. اوكي اريج رفع ايده. نعم اريج. انا دكتور فاهم كل شيء، بس بدي اسال سؤال يعني على نمط هذا السؤال. هسه لو طلب بده المساحه المحصوره بين المنحنيين مع محور السينات، كيف ساعتها بصير التكامل؟ بدلاله دي واي صح؟ بقدر اكامل مش بنفس الطريقه هاي. المساحة المحصورة ايش بين مين ومين؟ بين اللي هي y تساوي x تربيع ناقص 2 و y تساوي x ومحور السينات. ما هو مش منطقي السؤال هيك يا ريج، اصلا ما هي المساحة يعني ما بصير؟ لا طلعي كيف هلا انت بتحكي بدك المساحة المحصورة بين y بيساوي x و المساحة المحصورة بين هذا الكيرف ومحور السينات، بلزمش لـ y تساوي x، بكفي تحكي إنه المساحة المحصورة بين x تربيع ناقص 2x ومحور السينات، ساعتها بدك تحكي عن هاي المساحة، صح أنت هيك قصدك؟ لا أنا قصدي عن المساحة اللي فوقها. المساحة اللي فوق. اللي فوق محور السينات. إذا هيك مضبوط كلامك، صح، إذا هيك مضبوط كلامك، ساعتها بدك تنتبهي هون انك اوكي خلينا نفهم هذا السؤال مع بعض. احسنتي، شكرا يا ريج، انا باكد شكلي فاهم خطا. اذا ريج بتحكي بدنا نطلع هذا السؤال، خلص السؤال اللي حلناه هلا وبدنا احنا نجي على سؤال اخر، صفى سؤال جديد هلا. انا في عندي هاي انا عندي هون واي بيساوي اكس. اوكي سو ذيس از واي بيساوي اكس، وفي عندنا كمان هاي رسمه الاقتران اللي احنا شفناها قبل شوي اللي هو عباره عن رسمة y بيساوي x تربيع ناقص 2x، وبدنا نطلع فقط المساحة هاي اللي هون بالأصفر. اوكي، إذا بدنا نطلع هاي المساحة لحالها اللي هون، كيف نطلعها؟ So this is هاي بدي أسميها مثلا المساحة اللي عندنا اللي هي الإيش؟ الأريا. اوكي. هلا اللي بدك تنتبه له هون إنه دائما لما بدي أطلع الأريا هي صفر، وأنا عندي هذا الرقم اللي هون، بنعرف إنه هو هذا الرقم اسمه 3. هذا الرقم اللي هون لازم نعرف نطلع هلا واشوف امتى اللي بالازرق بيصفر، امتى هذا بيصفر. بدنا ننتبه انه بيصفر عند الصفر واثنين، بس طلع كيف هاي الصوره، هاي اكس
في اكس ناقص 2 بيساوي 0، معناته اكس تساوي 0 واكس تساوي 2، معناته هذا الرقم اللي هون اسمه ايش؟ 2. هلا اللي بدي اياكم تعرفوه انه اذا بدي اطلع المساحه اللي بالاصفر، ركزوا معي، على فرض انا جيت كتبت هيك، جيت فكرت بهي الصوره، جيت حكيت انه هاي الاريا تساوي هي تكامل من 0 ل 3، وبدي احط الفانكشن اللي بيجي من فوق ناقص بدي احط الفانكشن اللي بيجي من تحت وهي دي اكس. هلا هون في مشكله يا جماعه، ليش؟ لانه على طول هاي المساحه اللي بالاصفر اللي فوق ثابت اسود، اللي من فوق ثابت دائما، يعني شلون ثابت؟ يعني دائما بتغيرش، بس اللي من تحت لاحظوا لعند هاي المساحه من هون طلع كيف، من هون وتحت من 0 ل 2 في عندي هون واي تساوي 0، بس من الفتره 2 و3 في عندي هذا الكيرف اللي بالازرق اللي شفناه قبل شوي، هذا الكيرف تمام. فبدي انتبه، فانا هي بيجي بقسم المساحه، بيجي بحكي هاي المساحه بدي اسميها A1، وهي المساحه بدي اجي اسميها ايش، وهي المساحه بدي اجي اسميها A2. فبصفي عندك الاريا تبعتنا اللي هي عباره عن A1 plus A2. فهي النقطة المهمة اللي استفسرت عنها الطالبة إريج، مشكورة. إذا وبالتالي بيجي بحكي المساحة A هي عبارة عن A1 plus A2. هلا بالنسبة لـ A1، أوكي بيجي بحكي بالنسبة لـ A1 هي عبارة عن تكامل فقط من 0 ل 2. هلا قالوا لي فوق، أنا بدي أطلع A1 اللي فوق Y بيساوي X ناقص، قالوا لي تحت اللي تحت y تساوي 0. اوكي سو التربيع هناك y تساوي 0. هلا بدي اروح اطلع ايش بعدها؟ بعدها بروح بطلع A2. ماشي بحكي هي A2 تساوي تكامل من 2 ل 3. بعدين ايش بحكي؟ انه اللي فوق، اللي فوق ما زال ايش؟ x y تساوي x. واللي تحت تغير، هلا اللي تحت شو صار اسمه؟ صار اسمه اللي هو عباره عن ايش؟ x تربيع ناقص 2x. اكس تربيع نفس من اكس. ففي هاي الحالة بروح هلا بطلع الاريا لكل واحد، يعني هون شفهي، هاي مساحة مثلث، هاي اللي شايفينها هاي مساحة مثلث، بدي اطلعها شفهي نص، فالقاعدة 2، فالارتفاع هذا الارتفاع سوا مين هاي؟ 2 صورتها 2، فهي جوابها 2 اللي هي نفسها ايش؟ من هون بقدر اطولها، بدل طولها من هون، شايفين كيف؟ هي اللي هي عباره عن دعمل تكامل اكس تربيع 2 عند الصفر و2، فبطلع الجواب 4 على 2 اللي هو 2. هلا بضل عندك المساحه اللي هون، هاي المساحه بدك تحسبها على التكامل زي ما حسبنا قبل شوي وتحسبها، فراح يطلع معك الجواب اللي هو 9 على 2 ناقص 2، هذا الجواب تبعها. اذا بالجواب النهائي هلا شو بصفي معي الجواب النهائي؟ الجواب النهائي بصفي معي بهي الصوره، أنا في عندي هون A1 هي 2 زائد A2 اللي هي 9 على 2 ناقص 2، فبروح هدول مع بعض بطلع الجواب 9 على 2. آسف مش لازم يطلع نفس الجواب على فكرة، طبعاً يعني لازم يطلع أقل، فنحن بدنا نحسب بالضبط هي قديش بتطلع، كويس؟ فبدنا نحسب، بدي أحسب هي تعال نحسبها مع بعض إذا بدكم. هي تطلع اللي عندك 3x، يعني 3x تربيع على 2 ناقص اكس تكعيب على 3 عند 2 و3. فهي بدنا نحسبها كويس يا جماعه، لازم نركز كويس، وبالتالي هي بتطلع عندك اللي هي 3 على 2 في 9 ناقص 27 على 3، هي عوضنا 3 ناقص بنعوض 2 هلا اللي هي 3 على 2 في 4 ناقص 8 على 3، فهي بتطلع 27 على 2 ناقص 9 ناقص في عندنا هون 12 على 2 اللي هي 6 ناقص 8 على 3. فبطلع معنا يا جماعه الجواب اللي هو 27 على 2 ناقص 9 وناقص 6 ناقص 15 وموجب 8 على 3. هلا هذا الرقم تيجي بتحطه محل ايش؟ محل A2. فبطلع معك المساحه اللي بندور عليها A هي عباره عن A1 plus A2. A1 بنعرفها 2 زائد محل A2 بنحط هاي القيمة اللي هون اللي هي 27 على 2 ناقص 15 زائد 8 على 3. فممكن مثلا هذول نختصرهم وبصفوا عندك الجواب 27 على 2 زائد 8 على 3
وناقص 13 وحده. فهي هي الاريا اللي بندور عليها يا اريش. بامل ان الصوره تكون واضحه للجميع. وصلت دكتور. تمام، شكرا. العفو.